مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج زي اي يوم. النهارده حلقتنا عن حاجه بقت جزء كبير من حياتنا الحديثه، وهي البيوت الذكيه او السمارت هوم. العالم بيتغير بسرعه والتكنولوجيا دخلت في كل حاجه حوالينا حتى في بيوتنا. تخيل بيتك كله يكون بتتحكم فيه من موبايلك، تتحكم في الاضاءه، الحراره، الاجهزه الكهربائيه وحتى الامان، كل ده بضغطه زرار واحد. البيوت الذكية مش بس رفاهية، لكن كمان بتساعدك توفر وقت ومساحات وفلوس. يعني مثلا بدل ما تكون محتاج أماكن كتيرة لأجهزة معينة، ممكن تلاقي جهاز واحد بيعمل كل حاجة، وده بيسهل عليك تنظيم البيت ويخليك دايما مترتب. غير الديكور اللي في البيوت الذكية بيكون مختلف تماما، ممكن تلعب بالإضاءة زي ما تحب، ألوان وأنماط مختلفة حسب المزاج اللي يناسبك. وكمان تقدر تبرمج البيت انه يعمل حاجات معينه لما تدخل او تخرج، زي انه يفتح لك الستاير الصبح او يقفل لك الانوار لو نسيت. في حلقتنا النهارده هنتكلم عن ازاي تجهز بيتك الذكي، وايه هي الاجهزه اللي لازم تكون موجوده، وازاي كمان البيوت الذكيه بتساعدك تستغل المساحات بطريقه عمليه وذكيه. قبل ما نبدا، نزلنا وسالنا الناس في الشارع، لو قدامك فرصه تحول بيتك لبيت ذكي، ايه اول حاجه هتفكر تغيرها؟ تعالوا نشوف ردود افعالهم. ايه اول حاجه ممكن تغيرها في بيتك لو بقى ذكي؟ والله ممكن حاجه تحضر لي الاكل كده جاهز على طول. اللايتنج سيستم، الاكل، اخش الاقي البيت جاهز بالاكل. ممكن اتشيك ان انا قفلت الانوار وكده بالموبايل بعد ما انزل. يغسل الغسيل لوحده وينشر لوحده ويطبخ لوحده، الثلاجه والغساله، ممكن تلفزيون، يعني الاجهزه المنزليه عامه. يعني اي حاجه ما يشمل الكهرباء فيها سمارت تبقى حلوه. كهرباء كلها، ان هي تبقى عن طريق الصوت، اقول للكيتشن يعمل لي الغداء، قبل ما اروح البيت اشغل الشاشات من على التليفون، اشغل التكييف. اتمنى ان اخش اول البيت طبعا التكييف يشتغل كده، استمتع بالتكييف واستمتع بيه كل حاجه. طبعا اتمنى ان حاجه يشتغل لوحده. طبعا الغساله بالنسبه لي، ينشر الغسيل ويحط غسيل. كمان جهزنا لكم تقرير سريع عن احدث تقنيات البيوت الذكيه، هنسيبكم مع التقرير ده ونرجع نكمل مع ضيوفنا اللي هيشرحوا لنا ازاي التكنولوجيا دي ممكن توفر علينا في حياتنا اليوميه. احدث تقنيات البيوت الذكيه. اول حاجه انظمه الاضاءه الذكيه، التحكم في الاضاءه عن بعد باستخدام تطبيقات الهواتف، برمجه الاضواء لتتناسب مع اوقات اليوم او الحاله المزاجيه. تاني حاجة الأجهزة المنزلية المتصلة بالإنترنت، ثلاجات ذكية ترسل إشعارات عند نفاذ المواد الغذائية، أفران ذكية يمكن التحكم فيها عن بعد لطهي الطعام تلقائيا. تالت حاجة أنظمة التحكم في المناخ، منظمات حرارة ذكية تتعلم عاداتك اليومية لضبط درجات الحرارة تلقائيا، توفير الطاقة من خلال التحكم في التدفئة والتبريد حسب الحاجة. رابع حاجة أنظمة الأمان الذكية، كاميرات مراقبة تعمل بالذكاء الاصطناعي لمراقبة المنزل باستمرار، أقفال ذكية تسمح بالدخول عبر بصمة الإصبع أو التطبيقات. خامس حاجة المساعدات الصوتية الذكية، أجهزة مثل أليكسا وجوجل هوم للتحكم في المنزل باستخدام الأوامر الصوتية، تشغيل الموسيقى، التحكم في الإضاءة أو الحصول على تحديثات الطقس بدون مجهود. سادس حاجة ستائر ونوافذ ذكية، التحكم التلقائي في الستائر والنوافذ لزيادة الراحة أو تحسين استهلاك الطاقة، إمكانية البرمجة لفتح الستائر مع شروق الشمس وغلقها تلقائيا عند الغروب. سابع حاجة أنظمة الري الذكية، التحكم في ري الحدائق بناء على حالة الطقس والرطوبة، توفير المياه عن طريق ري النباتات فقط عند الحاجة. تامن حاجة أنظمة توفير الطاقة الذكية، مقابس كهربائية ذكية لقطع التيار عن الأجهزة غير المستخدمة تلقائيا، متابعة استهلاك الطاقة المنزلي وتوفير تقارير دورية. تاسع حاجة المكانس الروبوتية، مكانس كهربائية ذكية تجوب المنزل بشكل تلقائي لتنظيف الأرضيات، يمكن التحكم بها عن بعد أو برمجتها لتعمل في أوقات محددة. عاشر حاجة أنظمة الصوت والمسرح المنزلي الذكية، تكامل كامل بين أجهزة الصوت والمرئيات للتحكم في الصوتيات من غرفة واحدة أو جميع أنحاء المنزل،
تتيح لك مشاهدة الأفلام والاستماع إلى الموسيقى بتجربة سينمائية.